حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أولى مواضيعنا وأحداثنا وهو الموضوع الحدث الدائم والترند الدائم وما يحصل في غزة في فلسطين من انتهاكات من قبل الكيان الصهيوني الغاشم على أهالي يعني فلسطين وأهالي غزة من الأطفال والكبار في السن والنساء، يعني هذا هو ديدنهم، هو قتل الأبرياء الأطفال والنساء لأنه لا يمتلكون من الشجاعة الشيء الكثير فيلجأ إلى قتل النساء والأطفال من خلال الضرب المتكرر بالصواريخ وغيرها من الأمور، عكس ما يقوم به أو ما تقوم به المقاومة الفلسطينية أو الكثير ممن واجهوا هذا العدو أو حتى العدو الأمريكي. هم أجبن الناس، أجبن الناس ممكن أنه أنت تلاقيهم في حياتك، جبناء إلى أبعد الحدود، رغم أنهم حاملين سلاح قوي ولكنهم جبناء، رغم أنه حامل سلاح فهو جبان. يعني هسه اذا بالمشاة مثلا يقابل فرقه، يقابل فصيل، يقابل جيش ثاني، ينهزم مباشره، بس هو يتميز عد عده طيران جو، وهم ما فايده طيران الجو. فالعدو هذا هم واحد، يعني هم شيطانين، فشيطان واحد امريكا واسرائيل. اجبن خلق الله، أجبن ما يكون على الكرة الأرضية، والدليل إحنا شفناهم يوم 7 أكتوبر من يشردون وعد سلاح وجيش وهذا وشارد وخاتل ويبكي وهذا، مع العلم هو عد سلاح ومسلح وعسكري. زين، هذا 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 هم الجبناء الآن. زين، فلذلك إحنا نقول دائما إنه ما يحصل في غزة هو والنتن ياهو، يعني النتن ياهو أكرر عليه هذا القذر أجلكم الله، هو جبان بس متحامي بأسلحته بطياراته بهاي الأمور بصواريخه، ويساعد الشيطان الثاني اللي هو أمريكا. على العموم طبعا موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية هو موقف مشرف وموقف كبير جدا، سياسيا دينيا اقتصاديا من كل الأمور، من كل الأمور موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية معروف منذ زمن، ولكن اليوم عندنا مواضيع كثيرة تجاه موقف العراق مع فلسطين. لكن عندي بموضوع الأول خبر مهم جدا، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني الله يحفظه ويديم خيمة على روسنا، بتوصية من عنده وتوجيه قالت العتبة الحسينية أنه التكفل بنقل علاج الجرحى في غزة مجانا بتوصية من سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني الله يحفظه ويطول بعمره. وصى العتبة الحسينية بأنه يتكفلون بعلاج جرحى غزة وفلسطين مجانا في حال جوي وحبوا يتعالجون بالعراق، وأيضا كثير راح توصل مساعدات وغيرها. فهذا هو موقف العراق، موقف من المواقف الكثيرة. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا نسولف أكثر بتوجيه من المرجعية العليا. العتبة الحسينية: التكفل بنقل وعلاج الجرحى في غزة مجانا. بارك الله بكم والله يحفظكم، وهذا هو العشم، وهذا هو ديدن العروبة وديدن الإسلام، هذا هو ديدن الإسلام، بأنه ما يعوف لا جاره ولا أخوه ولا من ينتمي إليه يعوفه ويتفرج عليه مثل ما سوت باقي الدول. فشكرا جزيلا سيدنا وتاج راسنا مرجعنا الأعلى السيد علي السيستاني، والله يحفظك خيمة على روسنا وروس الشيعة في كل أنحاء العالم. هذا هو صاحب المواقف الشريفة والنبيلة. خلينا نشوف التعليقات
يقول ناظم ربي يوفقكم خيمتنا. أما أبو حسين يقول بارك الله بجهودكم المبذولة وحفظك الله. تعليق من علي الخويلدي يقول هلا بخيمتنا وقائدنا ومرجعنا الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله. أما حيدر العاجيب يقول خيمة العالم. أبو معصوم الياسر يقول الله يديم هالنعمة ويبارك بيها إن شاء الله. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع أعتقد مخرجنا عندنا اتصال هاتفي جاهز إذا تم تأمينه. نعم ألو. نعم نعم حياك الله أستاذ. إذا كنت تسمعني تسمعني دكتور؟ نعم أسمعك تفضل. نعم دكتور بالبداية رحب بيك خلينا نتحدث عن الموقف العراقي تجاه القضية الفلسطينية. نعم أولا تحياتي ولمستمعيك الكرام ومشاهديك. بالتالي أعتقد أنه موضوع الموقف العراقي تجاه الصراع العربي الصهيوني عموما طيلة 75 أنه هو مواقف إيجابية متتالية برغم يعني حتى برغم تغيير الحكومات، ولكن الجانب القومي والديني والوطني للعراق ثابت. أعتقد أنه حتى كلمة السيد السوداني في القمة العربية الطارئة كان قد وضع النقاط على الحروف دولة الرئيس عندما قال أهل حقيقة من يقرر على فلسطين لا يوجد هناك وصي على توجهات الوطنية الفلسطينية، وإنما أهل مكة أدرى بشعابها باعتبار أنهم أهل القضية وهم من يستطيعون حقيقة إيصال صوتهم وما يريدوه بدون تدخل خارجي بكامل سيادة على حقيقة على أرضهم. وهذا موقف جريء جدا، وأيضا وصفه الكيان الصهيوني لفظا ولم يحصل في حقا في الجامعة العربية، وهذه لأول مرة وتحسب للسيد السوداني هذا الموقف. نعم. أيضا المواقف الدينية اللي ذكرتها بتقريركم بأسنا موقف السيد السيستاني. طبعا السيد السيستاني هو صمام أمال الإنسانية جمعاء وحقت الولي الإسلام عموما، وبالتالي أعتقد أنه ليس غريب أن عندما يوجه وعندما حقا يفتي في ظرف من الظروف وعندما يقاوم في ظرف من الظروف وعندما يعني حقا تكون لديه توصيات على الجانب الإنساني وعلى الجانب الديني أو الجانب العربي أو حتى على جانب الإنسانية بجمعاء، فهو أعتقد أب روحاني لجميع الناس لا سيما الجانب الإسلامي والشيعي تحديدا. بالتالي عندما يعني يوصي بنقل الجرحى إلى العراق مجانا أعتقد العراق هو السيد الكرماء، وأعتقد أن السيد السيستاني على قمة الهرم الإسلامي الإنساني، وبالتالي هذه مواقف مشرفة تحسب للعراق وتحسب للجانب الديني الشيعي تحديدا. نعم أحسنت أحسنت دكتور. دكتور خليني أسألك موقف العراق من قبل السيد علي السيستاني وايضا في القمه اللي صارت في القاهره وكلام السيد السوداني، البعض قال انه هو احرج قاده الدول العربيه اللي موجودين. هل فعلا احرج قاده الدول العربيه اللي موجودين والزعماء؟ وشنو هذا السكوت او الصمت من قبل البعض من بعض الدول العربية حكام الدول العربية؟ نعم دائما يعني عندما تلتئم جامعة الدول العربية في موضوع قضية الفلسطينية هناك دائما خيانات وهناك دائما حقيقة تسويف ومماطلة للجانب الإسلامي العربي في هذا الموضوع بالتحديد. ولكن أعتقد السيد السوداني كان شجاعا جدا وكان موفقا جدا في طرح الموضوع، وأنا كما أسلفت ذكر الكيان الصهيوني في خطابه تحديدا، واعتقد ان هذه موضوع كبير جدا يظهر من رئيس وزراء ما بعد عام 2003، واعتقد انه السيد السوداني كان ناجح في ذلك. وموقف العراق الثابت من القضيه الفلسطينيه وان اصحاب القضيه الحقيقيون هم الشعب الفلسطيني، هم من يقرر ما يريدون، وموضوع حقيقه مال تهجير او توطين المواطنين من غزه سواء كانوا في يعني في سيناء او في غير مكان او في العراق مثل ما هنالك ناس تتبرع في الانبار، هذه يعني حتى اعتقد ان السيد السوداني انهى هذه الخطوط جميعا، وبالتالي قال الفلسطينيون هم احرار في اختيار ما يريدون وسيقاتلون، وفتح الدعم الكامل وقال العراق
حقيقة حريص على أن يكون كريما في كل شيء لا سيما في جانب المساعدات الإنسانية والطبية وإلى آخره. وأعتقد أنه دائما حقا الإحراجات تقع على الجانب العربي باعتباره، من وجهة نظري باعتباره جانب متخاذل في يعني معظم القضايا العربية والإسلامية، خدمة للمصالح وخدمة للعروش العربية من الملوك والرؤساء العرب الذين حقا وضعوا أيديهم بيد الأجنبي، وبالتالي حتى يبقون على مسلطين على شعوبهم إلى أطول فترة ممكنة. دكتور ما أريد أطلع عليك، بس أريد أعرف المستقبل شنو حاليا، المستقبل شنو؟ هل راح تبقى هذه الانتهاكات؟ هل راح يكون اكو رد من قبل الامم المتحده؟ هل هذه الاجتماعات والقمم هل سنجني ثمارها؟ هل ستدخل المواد والمساعدات الى غزه غير ال 20 شاحنه اللي دخلت مقابل يعني تسليم الامريكيتين؟ اريد اعرف من وجهه نظرك المستقبل شنو؟ المستقبل القريب. نعم، هنالك سيناريوهات مطروحة. أما تدويل القضية من قبل الجانب العربي، وللأسف الجانب العربي لم يدول القضية لحد الآن حتى يأخذ يعني حقا أن يكون هنالك قرار من مجلس الأمن بإدانة هذا الاحتلال. وأعتقد أنه إذا ما حدث العكس وصدر قرار ضد الفلسطينيين، يجب أن يكون للروس موقف كبير جدا والصين حقيقة لاستخدام حق النقض والفيتو، باعتبار لدينا علاقات قوية مع الجانب الروسي. نعم دكتور صالح الشذر، إذا كنت تسمعني أعتقد فقدنا الاتصال. شكرا جزيلا الدكتور صالح الشذر، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية. شكرا جزيلا لك دكتور على هذه التوضيحات وهذه الأمور. طبعا مشاهدين الكرام، لدينا الكثير من الأخبار والكثير من الأمور فيما يخص غزة طبعا وفلسطين بشكل عام. أكيد بيان رسمي فلسطيني: إجمالي عدد النازحين في غزة يبلغ نحو 1,400,000 مواطن، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 217. جيش الكيان الصهيوني دمر 5,635 مبنى سكني، تضم هذه المباني 15,100 وحدة سكنية. يعني دمر 5,635 مبنى، هذين المباني يضمن 15,100 وحدة سكنية. هذا ما يحصل في غزة وفلسطين من قبل الكيان أجلكم الله القذر. زين، ايضا لدينا احصائيه من وزاره الصحه الفلسطينيه، هذه احدث احصائيه الى لحد هذه الساعات. 4,651 شهيدا، بينهم 18,073 طفل، عفوا 1,873 طفل عذرا، و 1,023 امرأة، و 187 مسنا، و 14,645 مصابا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة. يعني 4,651 شهيد، بين هذول الشهداء 1,873 طفل، من اصل 4,000 1,873 طفل و 1,023 امرأة، يعني ما يقارب 3,000، ما يقارب ال 3,000 شهيد هم اطفال ونساء. الحصيلة 4,600، ما يقارب ال 3,000 هم اطفال ونساء. هي هاي اللي جاي يسووه، هو هذا. وهم ما يقدرون يرحون يقتلون الأبرياء الأطفال والنساء، هذا هو النتنياهو القذر أجلكم الله، يقتل النساء والأطفال. الحرب والخصومة بها شرف، هذول لا يمتلكون الشرف.
يمتلكون العهر أجلكم الله، لا يمتلكون الشرف، شرف الخصومة، شرف الحروب لا يمتلكوه إطلاقا. يقوم بقتل النساء والأطفال فقط، هذا هو ديدنهم. طبعا وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية أيوني بيلارا تقول، أو يعني في معلومة هذه انتشرت اليوم، طالبت بتعليق العلاقات مع إسرائيل والكيان الصهيوني وتقديم نتنياهو لمحاكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. هذه وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية طالبت بتعليق العلاقات بين بلدها والكيان الصهيوني وبين بلدان الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، وتقديم هذا نتنياهو لمحاكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. طبعا هاي إسبانية وذكرت هذا الشيء، أما أمريكا وبايدن المجنون، والله مجنون هاي الكلمة يعني ظلمت بها المجنون، يعني خلينا نسميه ما أعرف المسودن، خلينا نسميه بالمصطلح الدارج المسودن بايدن، يروح للكيان الغاشم وهذا وعلاقات، وهم اثنينهم سوء، هم اثنينهم شياطين، اثنينهم شياطين. طبعا هذا كان موضوع. موضوع آخر هو موضوع البعض يقول لا تربطوا الرياضة بالسياسة، ولكن هذا الموضوع ليس سياسة، هذا موضوع إنساني بحت، إنساني بحت. الجميع في العالم تعاطف مع غزة وما يحصل في غزة حتى رياضيا. جماهير فريق ليفربول الإنجليزي، هذا الفريق الذي يلعب له اللاعب العربي محمد صلاح الذي عليه بعض علامات الاستفهام، خصوصا في بيانه سكت دهرا ونطق كفرا، لو ما حاكي أحسن له، يعني الجميع طالبه ب الوقوف وجاء بعدين وقف على الحياد، لو ما حاج احسن لك، سكت دهرا ونطق كفرا في مباراة جمعت فريق ليفربول مع فريق اخر من الدوري الانجليزي الممتاز، كتبت لافتة ورفعت اعلام فلسطين. هذه الاعلام التي رفعت في مدرجات ليفربول، وهذه اللافتة: من أجل الله احفظوا غزة، من أجل الله احفظوا غزة، for God save غزة. هذا هو اللافتة اللي تم رفعها. كذلك الحال في مباراة في الدوري الإيطالي، مباراة في الدوري الإيطالي جمعت فريق تورينو بفريق آخر من إيطاليا، وهكذا كانت جماهير فريق تورينو الإيطالي برفع علم فلسطين في مدرجات ملعب تورينو. كذلك الحال منتخبنا الوطني وبعض من الكثير من أو أغلب وكل لاعبين العراقيين المحترفين وأيضا المحليين كانوا متعاطفين وأيضا قدموا التعاطف مع غزة وفلسطين. هذه صورة بعد انتهاء مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الأردني اللي انتهت بفوز المنتخب العراقي، تم رفع علم فلسطين. وذكر أيمن حسين بصفحته الرسمية: لا خير فينا إن لم ندافع عن ديننا، اللهم إننا نستودعك فلسطين وأهلها، أرضها وسماها، رجالها ونساؤها وأطفالها، اللهم احفظهم بحفظك
يا من لا تضيع عنده الودائع. هذا كان أيضا كلام أيمن حسين. كذلك الحال في إسبانيا، في إنجلترا وإيطاليا، والآن في إسبانيا جماهير أوساسونا ترفع علم فلسطين خلال مباراة فريقها مع غرناطة التي انتصر فيها بهدفين دون مقابل. هكذا كانت اللوحة التي رسمتها جماهير أوساسونا. والله عمي أوساسونا هذا النادي اللي دائما ينغلب ويشيل خمسات وستات من برشلونة وريال مدريد، عمي حييك بعد منه ويتشجعك أنا أوساسونا، زين حييك أنا. هذا جماهير أوساسونا، تم رفع علم فلسطين من على المدرجات. الغريب في الأمر أن ما يحصل في غزة، طبعا بالمناسبة أيضا حتى فريق الكهرباء العراقي، فريق الكهرباء اللي سافر يوم أمس بوقت متأخر من الليل، سافر يوم أمس إلى لكي يلعب في مباراة له في دوري كأس الاتحاد الآسيوي، أيضا تم رفع علم فلسطين ولبس هذا اللفاف اللي موجود عليه علم فلسطين وغزة وغيرها أيضا تعاطف. ولكن أقول هذه الفرق الأوروبية الإسبانية الإنجليزية الإيطالية، فرق العراقية تتعاطف وتنشر وتساند و و و أين باقي الدول؟ أين يا من تدعون الإنسانية؟ يا من تدعون بأنكم شجعان وأقوياء ولديكم ولديكم ولديكم، أين ما لديكم؟ وين؟ وين؟ كل شيء ما عندكم، فارغين من كل النواحي، فارغين من كل النواحي. لذلك أقول أنه هؤلاء هو أو هذا الموقف بالتحديد، هذا دين راح يرجع عليك بعدين، وهاي للتاريخ تنذكر باكر عقبه. خالد يقول خلاص من اليوم ورايح أترك تشجيع الريال وأشجع ليفربول، عندي دريس مال سي سي من 2009، روح شجع ليفربول خوي أحسن لك. أقل هذول جماهيرهم وقفوا مع الحق والإنسانية. أحمد يقول أعظم جمهور بالدنيا، يقول كرار طعيمة اللهم كن عونا لإخواننا في فلسطين. علاء يقول كل الشكر والتقدير والاحترام لهم. أما محمد الخزعلي يقول كفو والله. تعليق من فراس يقول أفضل نادي بالتاريخ. نعم يقول أفضل نادي في التاريخ. طبعا الكثير والكثير لدينا من المواضيع والأخبار والأمور. أحيانا تكون هنالك مواضيع إنسانية، مواضيع يعني صعب أن الواحد يتقبلها. مثل في الحلقة السابقة عرضنا تغريدة لأب يقول هنالك أمل أخبرني به الطبيب حول ابني، ذهبت وعدت لم أجد ابني ولا الطبيب ولا المستشفى سابقا. ولكن ما يجري حاليا من أمور حتى بعض الصحفيين والنشطاء في القضية الفلسطينية أصبحوا يكتبون في صفحاتهم، الأطفال يكتبون في أيديهم أسماءهم، أما الصحفيين والناشطين أصبحوا يكتبون في صفحاتهم بأننا يعني الموت قريب منا. خلينا نشوف هذه التغريدة، هذه التغريدة اللي غرد بها أحد النشطاء مخرجنا إذا ويانا رشدي سراج، يقول في تغريدته لن نرحل
وسنخرج من غزة إلى السماء وإلى السماء فقط. كتب هذه التغريدة يوم 13 أكتوبر في الساعة 1:22 مساء، ورحل بعد هذه التغريدة في نفس اليوم بقصف إسرائيلي. هذا هو ما يحصل في غزة. هذا الناشط أو الصحفي الفلسطيني اسمه رشدي سراج، لن نرحل، يقول لن نرحل وسنخرج من غزة إلى السماء وإلى السماء فقط. رحل إلى السماء، كان لديه إحساس بأنه سيرحل. هذا من الجيش الصهيوني، جيش الكيان الصهيوني، يقول في إحصائية له عدد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بلغ 212 شخصا، لم يحددوا عسكري أو مدني، قالوا شخصا 212، وتم تعليق صورهم من قبل الكيان الغاشم. بالمناسبة هم يعلقون صور نساء وكبار في السن وأطفال، وأنا أقسم أن هذه الصور هي عبارة عن خطأ في خطأ. من يتواجد في غزة من الأسرى هم فقط الجنود الذي كانوا يحملون السلاح بوجه الأبرياء. متأكد لا هذه المرأة ولا هذه المرأة ولا هذه البنت ولا هذه البنت ولا هذه المسنة ولا هذه البنت من ضمن الأسرى، أنا متأكد تماما. طبعا هذا كان آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة الترند تيوب. تحدثنا في الفقرة الأولى حول كلمة، ذكرنا بشكل مختصر كلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في القمة اللي عقدت في القاهرة. هذه القمة التي كان الحضور بها من جميع الدول. كلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كاملة التي كانت رائجة في مواقع التواصل الاجتماعي والترند مواقع التواصل الاجتماعي منذ حدوثها وانتشار هذه الكلمة عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، حصدت على عدد كبير من المشاهدات والتعليقات. لنرى معكم الكلمة كاملة. الله وبركاته. لأول مرة تقال كلمة شجاعة بهذه الدقة والمعاني. موقف مشرف من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في القمة التي عقدت في القاهرة، القمة العاجلة التي عقدها رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، الذي عليه أيضا الكثير من علامات الاستفهام. البعض قال أن السوداني أحرج حتى السيسي، البعض قال السوداني أحرج كل حكماء وزعماء الدول العربية. هذا هي الكلمة وهذا هو موقف العراق. نعم، هذا هو موقف العراق. خلينا نشوف التعليقات حول ما سمعتموه. محمد يقول موقف مشرف، بارك الله بيك. يقول محمد رحمن يقول كلمة شجاعة وموقف مشرف. أبو حسن يقول موقف مشرف، بارك الله بيك دولة الرئيس، فعلا كلام جميل وشجاع. أما يوسف يقول موقف مشرف وشجاع يليق بتاريخ العراق.
نعم أحسنت. أبو مهدي يقول: موقف مشرف وكلام يستحق الاحترام والتقدير. بالفعل موقف مشرف وكلام يستحق الاحترام والتقدير. طبعا هذا كان آخر تعليق في هذا الفيديو. الفيديو اللي بعده هو: وأخيرا بعد أيام من الحصار تم فتح معبر رفح في مصر لي يعني فترة قصيرة جدا، فقط لدخول 20 شاحنة محملة بالمواد الطبية والطعام والمساعدات إلى غزة. طبعا هذا صار بالاتفاق بالإفراج عن أسيرتين أمريكيتين بمقابل دخول هذه الشاحنات. لنرى بالصوت والصورة كيف دخلت لأول مرة هذه الشاحنات. طبعا نتمنى أن تدخل المزيد والمزيد من الشاحنات والمزيد من المساعدات الطبية، مساعدات اللي تفيد أهلنا في غزة، من طعام، من شراب، من أمور طبية، من جميع النواحي. نتمنى فتح المعبر ودخول أكثر عدد من المساعدات. هذا هو في عام 2023 أصبحنا يعني بالكاد أن نساعد الدولة فلسطين، الدولة العربية هذه. للأسف هذا ما يحصل وهذا ما موجود حاليا على أرض الواقع، على مرمى ومسمع من أمريكا والأمم المتحدة، United Nations، كل هاي المسميات ماكو على مرمى ومسمع، ويشاهدون كل هذه الأمور وماخذين عبالك واحد ومعور ما يشوف، عبالك واحد ومعور ما يشوف كل هذا اللي جاي يصير. إنه فرحانين الناس لدخول 20 شاحنة من بعد 10 أيام أو 15 يوم من الضيم والمآسي والقتل وغيرها من الأمور. والله كارثة. خلي نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا، إذا جاهز ويانا خلي نشوف الفيديو اللي بعده. طبعا اللي شاهدتوه بالفيديو هو انتشار للدبابات والثكنات العسكرية وهاي السوالف، السيطرات على الحدود مع الكيان الصهيوني، انتشار فظيع لهذه الدبابات. زين ينتشرون على مود يعني على الحدود، يعني هذا على طول الحدود هذا الانتشار. هذا بعض ايضا من خاف واحد يريد يدخل له مساعده بالغلط بالكذب بالبوقه همينه. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده يا مخرجنا، خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. هذا هو الدمار الذي تشاهدونه الآن موجود في غزة وفلسطين. هذا هو الدمار، وهذه المجمعات السكنية التي يسكنها الأطفال والنساء والكبار في السن تقصف من قبل الكيان الصهيوني. هذه هي الحرب التي مع الكيان. يعني ما تميز، لا يرحون للأطفال والنساء، ما يروح يواجه لك فصيل معين، جيش معين. بس هو اللي يقصف مستشفى، يعني مثلا تتأمل منه أنه ما يقصف مجمع سكني. فهذا هو ما يحصل في غزة، قصف للمجمعات السكنية والبنايات. هذا هو ما يحصل في غزة، هذا هو ما يحصل في غزة من أمور و تفاصيل. للأسف طبعا يعني احنا نتمنى السلامة لكل الجرحى من قبل الأهالي في غزة. نفس الوقت نقول الله يرحم اللي استشهدوا جراء قصف الكيان الصهيوني الغاشم. مشاهدين الكرام، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقول لكم